الجزء الثاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. سعيدنا عمرو وادي، انا كنا معكم في الجزء الثاني من ماده القانون الجنائي مع التعمق للاستاذ الدكتور عمر الفاروق الحسيني، دراسه في احكام الاداره التحفظيه الجائز اتخاذها ضد شخص متهم وامواله. كنا توقفنا عند ادوات الرقابه القضائيه على الاجراءات التحفظيه ضد المتهم، وزي ما احنا عارفين ان في عندنا طريقين من الطرق، طريق اصلي وطريق احتياطي كان نص عليهم المشرع ل يعني اصباغ الرقابه القضائيه على الاجراءات التحفظيه سواء ضد شخص المتهم او ضد اموال المتهم. وكان من اهم الاجراءات التحفظيه ضد شخص المتهم زي ما احنا قلنا اللي هو التظلم من قرار المنع مثلا من السفر، اذا صدر قرار بمنع متهم من السفر مثلا بناء على الاجراءات اللي تمت في مواجهته. وكان بيتم برضه الامر الصادر من الحبس الاحتياطي كان بيتم التظلم منه امام الجهات المختصه في حاله مثلا صدور مثلا امر بحبس متهم 4 ايام استمرارا، بيتم التظلم امام قاضي المعارضات وبيتم صدور قرار بقى بالافراج المؤقت في حاله برضه مد الحبس الاحتياطي، او في حاله بقى الافراج النهائي عن المتهم طبعا لمثلا صدور لاي قرار من القرارات بالافراج عن المتهم سواء بافراج بكفاله او بدون كفاله. وزي ما احنا قلنا ادوات الرقابه على الاجراء التحفظي على الاموال زي ما احنا قلنا المنع من التصرف، وكان المشرع كان حدد لنا في الماده 208 مقرر الف اللي هو طريقين من طرق التظلم. الطريق الاصلي اللي كان بتقدم بالمحكمه المختصه طبعا اللي هي النيابه العامه طبعا على اساس الادله اللي هي اتقدمت بها للمحكمه الجنائيه المختصه، تمام؟ وبناء على التحقيقات اللي تمت واسفرت عنها اتهام متهم معين في مرحله مقابل المحكمه، تمام؟ كان المشرع كان حدد لنا ادوات الرقابه القضائيه على الاجراءات التحفظيه، وده هنشوفها ان شاء الله في يعني في من خلال حديثنا عن الاجراءات التحفظيه الماسه بشخص المتهم والاجراءات التحفظيه الماسه باموال المتهم. وهنتكلم عن الاجراءات الخاصه بالتحفظيه الماسه بشخص المتهم، وزي ما احنا توقفنا عن الاحكام التحفظيه على شخص المتهم هنتكلم عن جهه التحقيق الابتدائي زي ما احنا قلنا هي النيابه العامه اللي هي المختصه باتخاذ الاجراءات التحفظيه والاجراءات الماسه بشخص المتهم، او الاجراءات القبض على المتهم من مسكنه او من عمله. وزي ما احنا عارفين ان الموضوع هنا بيدور حوالين 3 محاور، هو امر حضور المتهم والقبض عليه واحضاره وتفتيش شخصه. المحور الثاني هو تفتيش الاماكن الخاصه بالمتهم وضبط ما يذكر عنه ذلك، والمحور الثالث هو الحبس الاحتياطي وبدائله، وده ان شاء الله هنرجعه للقاء القادم باذن الله. وهنتكلم عن الامر بالحضور والامر بالقبض والاحضار وتفتيش شخص المتهم. الامر بالحضور زي ما احنا قلنا طبعا ده يعتبر دعوه للمتهم بالحضور امام المحقق سواء كان بقى هو بصوره النيابه العامه ممثله في النيابه العامه او قاضي تحقيق زي ما احنا قلنا، ولابد من استجواب المتهم بعد حضوره امام النيابه العامه طبعا او اجراء التحقيق طبعا، على اساس ان بعض الاجراءات اللي هي بيتم فيها مواجهه المتهم وده يعتبر اجراء من اجراءات التحقيق، او بعض الاجراءات زي عمل الخبره لابد ان هي بيتم فيها حضور المتهم ذات نفسه زي استكتاب المتهم في حاله الطعن بالتزوير، او في حالات معينه بيتم عرض المتهم ذات نفسه على الطب الشرعي في حاله استعمال القسوه مثلا من رجال الضبط او خلافه، تمام؟ كان لابد ان الامر بحضور دوت ان هو يشتمل على اسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل اقامته والتهمه المنسوبه اليه وتاريخ الامر ذات نفسه وامضاء المحقق والختم الرسمي للنيابه العامه، تمام؟ كان الامر بالحضور زي ما احنا قلنا كان لابد ان هو بيتم عن طريق احد المحضرين او رجال السلطه العامه، وطبعا ده ما كانش بيتنفذ بالقوه، كان يعني لابد ان هو يعني ملوش له طبيعه رسميه زي ما احنا قلنا او امره، وكان بيصدر الامر بالحضور في الجرائم كلها طبعا من غير استثناء على اساس طبعا ان هو يعني ما يعتبرش وسيله تهديد للمتهم ذات نفسه، واذا امتنع المتهم عن الحضور من بقاء نفسه طبعا من غير عذر طبعا كان يجب على السيد المحقق ان هو يامر بالقبض على المتهم واحضاره في حاله رفض المتهم للحضور. وده كان يستخدم في القوه زي ما احنا هنشوف دلوقتي حالا. هنا هنتكلم بقى عن الامر بالقبض والاحضار.
الامر بالقبض والاحضار زي ما احنا عارفين ده بيتم من خلال النيابه العامه الى رجال السلطه العامه طبعا اللي هي مامور الضبط القضائي بالقبض على متهم معين طبعا واحضاره امام النيابه العامه واستخدام القوه عند القضاء طبعا اذا رفض المتهم الحضور. وزي ما احنا عارفين طبعا ان المقصود بالمحقق هنا هو النيابه العامه او قاضي التحقيق في يعني اذا كانت النيابه العامه هي اللي بتقوم بالتحقيق او قاضي التحقيق زي ما احنا قلنا. وكان المقصود بالقبض هنا على اساس ان هو امساك الشخص من جسمه وتأييد حركته وحرمانه من الحركه في التجول على اساس برضه ان هي يتم استخدام القوه. تمام؟ وكان المشرع طبعا كان في حاله جواز الامر بالقبض ان هو يكون المتهم يعني رفض الحضور بناء على امر سابق دون عذر واذا خف هرب المتهم ذات نفسه وما كانش لهم حل اقامه معلوم. وكانت الجريمه طبعا في حاله تلبس فكان يشترط صدور امر بالقبض والاحضار. وزي ما احنا عارفين ان الغايه من القبض والاحضار هي استجواب المتهم يعني بمجرد احضاره امام النيابه العامه بيتم استجواب المتهم وفقا للضمانات اللي هي الوارده في قانون الاجراءات الجنائيه. وكان يجب ان هي ما تزيدش مده ايداعه في السجن مثلا 24 ساعه ويتم عرض المتهم على النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات منها اجراء التحقيق. تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان قاضي التحقيق كان يقوم باستجواب المتهم عند الاقتضاء طبعا كان النيابه العامه او قاضي التحقيق ان هو كان يطلب من قاضي الجزء نفسه او اي قاضي طبعا بتعينه رئيس المحكمه طبعا في حاله اخلاء سبيل المتهم او الامر باخلاء سبيل المتهم. وزي ما احنا عارفين ان استجواب المتهم طبعا لابد ان هو يتحدد طبعا وضعه على اساس ان هو تم عرضه خلال 24 ساعه لاما ان المحقق يخلي سبيله او يامر بحبسه في حاله ظهور ادله قويه على ثبوت التهمه ضد المتهم والا يقوم باخلاء سبيل المتهم والافراج عنه. وزي ما احنا عارفين ان المتهم اذا تعرض بقى خارج دائره المحكمه ذات نفسها اللي بيجرى عليها التحقيق يعني اذا اعترض المتهم على نقله في اذا كانت حالته الصحيه طبعا ما تسمحش بنقله طبعا بيتم اختيار النيابه العامه او اللي هو قاضي التحقيق وفي الحاله ديت بيصدر امر يعني ايه بسماح المتهم. تمام؟ كان بيجوز للمحقق طبعا هو يامر بالقبض على المتهم وحبسه على ذمه التحقيق زي ما احنا قلنا بناء على استجواب المتهم وبناء على الامر الصادر ب القبض على المتهم وحبسه. وكان لابد ان هو يكون الاستجواب دوت مسبوق باستجواب على اساس برضه ان اذا لم يتم استجواب المتهم يعتبر الامر بالقبض والحبس هنا يعتبر باطل اذا لم يسبق الامر بالقبض واستجواب المتهم في الحاله دي يعتبر الامر باطل. وزي ما احنا هنتكلم بقى عن مده صلاحيه امر القبض والاحضار ذات نفسه. كان في عندنا نص الماده 139 فقره 2 طبعا اللي هي كانت بتقول لا يجوز تنفيذ اوامر الضبط او القبض او الاحضار خلال الا اذا لم يتم تنفيذها خلال 6 اشهر من تاريخ اصدار ما لم يعتمدها المحقق لمده اخرى. زي ما احنا شايفين كده ان صياغه النص ذات نفسها كانت بتوحي ل يعني الاعتماد الواجب على قاضي التحقيق ذات نفسه ان هو اذا امر بحبس المتهم ما يلزمش طبعا ان هو يصدر امر صادر من النيابه العامه لابد ان هو يصدر الامر من قاضي التحقيق نفسه وده طبعا مش صحيح طبعا على اساس برضو ان هنا النص كان بيتناول الاحكام الخاصه بقيام قاضي التحقيق نفسه بالتحقيقات يعني اذا قام قاضي التحقيق بالتحقيق بنفسه في واقع من الوقائع برضو. ولكن النص هنا ينطبق على تحقيقات النيابه العامه على اساس نص الماده 199 اجراءات جنائيه. نتكلم بقى عن الضمانات المقبوض عليه ذات نفسه لابد ان هو يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يحبس احتياطيا باسباب القبض عليه او حبسه وبيتم ومن حقه للاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع والاستعانه بمحامي. وطبعا يجب اعلانه بالتهمه الموجهه عليه. طبعا الضمانات العامه اللي نصت عليها في الماده 40 ل 44 من قانون الاجراءات الجنائيه انه لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بامر من السلطات المختصه ذلك وتجب معامله المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامه الانسان وحظر ازاله المتهم بدنيا او معنويا والا ينفذ القبض والحبس الا في الاماكن المخصصه لذلك وان تخضع الاحكام لاشراف اعضاء النيابه العامه ورؤساء ووكلاء المحاكم التدريبيه والاستئنافيه وان لكل مسجون الحق في ان يقدم في اي وقت لمامور السجن شكوى كتابيه او شفهيه
والامر بالافراج عن المقبوض عليه بصفه غير قانونيه. وهنتكلم بقى عن تفتيش الاشخاص، وبالنسبه لتفتيش الاشخاص زي ما احنا قلنا في يعني جزئيتين خاصه بتفتيش شخص المتهم وتفتيش شخص غير المتهم. بالنسبه بقى لتفتيش شخص المتهم زي ما احنا عارفين ان في قاعده اساسيه عندنا اللي هي اذا جاز القبض جاز التفتيش. هي جواز التفتيش كلما جاز القبض وفقا لنص الماده 46 من قانون الاجراءات الجنائيه. تمام؟ اثناء في الاحوال اللي يجوز فيها القبض قانون على المتهم يجوز لمامور الضبط القضائي ان يفتشه، ودي قاعده اساسيه عندنا، كلما جاز القبض جاز التفتيش. واذا كان المتهم بقى انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفه انثى مثلها طبعا يندرج بذلك مامور الضبط القضائي. وزي ما احنا عارفين نص الماده 46 كان بيسلب النسبه لمامور الضبط القضائي في حاله التلبس، وكان بيجوز لوكيل النيابه المحق طبعا ان هو يعني يقوم بقبض سابق ان يكون هناك بقى يعني في اتهام موجه للمتهم في جنايه او جنحه معينه طبعا بوصف طبعا فاعل او شريك في الجريمه دي طبعا. وطبعا طبعا زي ما احنا عارفين ما يجوزش التفتيش في المخالفات لان يقضى فيها بالغرامه. وطبعا ما كانش يشترط ان المامور الضبط القضائي او عضو النيابه ذات نفسه او حتى قاضي التحقيق ان هو يقوم بالتفتيش بنفسه، ولكن في الحاله دي يكلف احد اعوانه طبعا من مامور الضبط القضائي، ولكن بشرط ان يقع التفتيش تحت اشراف وفي حضور وكيل النيابه او قاضي التحقيق ايا ما كان نوع السيد المحقق يعني. تمام؟ كان من الجائز بقى ان يتم التفتيش بمعرفه خبير فني زي ما احنا قلنا زي طبيب مثلا او اخصائي اشعه في المستشفى، على اساس برضه ان قيام المتهم برضه بابتلاع مثلا قطع مخدر، ففي الحاله ديت بيتم ند خبير فني لاستخراج المخدر او خلافه يعني. وما كانش برضه لا يلزم ان يكون الخبير الفني ده طبعا من مجال الضبط القضائي، وما يشترطش ان يتم في حضور يعني الشخص الامر بالتفتيش نفسه سواء كان بقى هو وكيل النيابه او مامور اللي هو قاضي التحقيق زي ما احنا قلنا. وطبعا ما يجوز طبعا الاطلاع على عوره المتهمه طبعا، ففي الحاله دي كان بيجوز يعني ناد امراه لتفتيشها زي ما احنا شفنا في وقائع كتير يعني. هنتكلم بقى عن تحديد شخص المتهم وتفتيشه. هنتكلم عن تحديد شخص المتهم ومراد تفتيشه. زي ما احنا قلنا ان محل التفتيش هنا شخص المتهم، وكان برضو في بعض الاحوال بيجيز القانون فيها طبعا ان هو يعني الامر هنا بيرجع على شخص معين. ان الشخص مراد تفتيش طبعا لابد ان هو يكون واضح ومحدد يعني تحديد نافي للجهاله، على اساس برضه ان يجوز تعيين الشخص ذات نفسه او باسم شهرته، او مثلا كان موجود في مكان معين او يعني بيرافقه شخص اخر، فكان لابد من تعيين الشخص ده تعيين نافي للجهاله ليجيز لمامور الضبط القضائي لمعرفه الشخص المراد تفتيشه. كان يعني كان في بعض الحالات كان بيصدر خطا في اسم المتهم، وكان في حكم برضه اذا اثبت بقى الشخص دوت اللي هو بيتم تنفيذه هو المقصود بامر التفتيش، ففي الحاله دي يعتبر الامر بالتفتيش صحيح. وهنا صدرت احكام كثيره بصحه الاجراء بالتفتيش. وكان بيجب ان يكون الجريمه وقعت بالفعل سواء بقى كانت جريمه تامه او في حاله شروع، وكان لابد من تحديد محل اقامه للمتهم وتحديد صفته بالاوصاف اللي لابد ان هو يتم تحديدها في الامر الصادر بتفتيش المتهم او شخص المتهم ذات نفسه. تمام؟ وهنتكلم بقى عن تفتيش شخص غير المتهم، يعني اذا قمنا بقى يعني النيابه العامه ارادت ان تفتش شخص اخر غير المتهم اللي هو بيتم التحقيق معاه، ففي الحاله ديت نص الماده 49 اجراءات جنائيه انه اذا قامت بقى اثناء تفتيش منزل متهم قرائن قويه ضد المتهم او شخص بقى موجود فيه يعني شخص من الغير يعني على ان يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقه جاز المامور الضبط القضائي ان يفتشه. كان في هنا شرطين اساسيين لابد من توفرهم لتفتيش شخص من الغير يعني. الشرط الاول ان هو يكون بصدد تفتيش منزل المتهم ذات نفسه اللي هو صدر اذن بالتفتيش لمنزل المتهم اللي هو بيتم التحقيق معاه عن طريق النيابه العامه. والشرط الثاني هو ان تقوم قرائن قويه على ان هذا الشخص يخفي معه اشياء بتفيد في كشف الحقيقه. وهنتكلم بقى عن الشرط الاول، لابد من توافر ضوابط دستوريه وقانونيه طبعا لصحه تفتيش منزل المتهم. زي ما احنا قلنا لابد ان هو يصدر الاذن من النيابه العامه او من قاضي التحقيق بتفتيش منزل المتهم المراد تفتيش منزله زي ما احنا قلنا،
واذا بقى ظهرت بقى قرائن قويه على ان شخص اخر يعني يخفي معه شيء في كشف الحقيقه، زي ما احنا قلنا مثلا اذا وجد شخص اخر في منزل المتهم ووجدت علامات او امارات ان هو مثلا يخفي مثلا مخدر معاه، فيجوز لمامور الضبط القضائي في الحاله دي ان هو يقوم بتفتيشه على استاف حاله من حالات التلبس. تمام؟ كان لابد من توفر زي ما احنا قلنا الامارات والعلامات اللي بتدل على قيام شبهه في الشخص المراد تفتيشه غير المتهم دوت، وكانت بتؤيد ثبوت او نفي الدليل المراد قيام مامور الضبط القضائي بتفتيش شخص غير المتهم. الشرع هنا اعتبر صفه المتهم صفه اساسيه على توفر قرائن وامارات قويه، ولكن بقى غير المتهم ما كانش يجوز تفتيشه الا استوفرت الامارات القويه طبعا على اساس ان هو بحوزته برضو اشياء متعلقه بالجريمه محل التحقيق. تمام؟ وزي ما احنا قلنا الشخص اللي هو غير المتهم ده طبعا بيكون يعني بعيد عن الجريمه اللي هي محل التحقيق طبعا، وهنا بيجوز التعرض لحريته الشخصيه على اساس وجود حاله من حالات التلبس، ووجود غير المتهم في منزل غير المتهم هنا بيعتبر يعني وجود صله بين الشخص اللي هو مراد التفتيش وشخص غير المتهم، وفي الحاله دي بيتم تفتيش غير المتهم ولكن بشرطين احنا قلنا عليهم، واذا تخلف في الشرطين دول ما يجوز تفتيش شخص غير المتهم. تمام؟ على اساس بقى وجود شخص او اكثر مع المتهم في صحته في مكان عام او محفل عام اللي هو في غير منزله ما يجوز تفتيشهم، او ويقع باطلا طبعا تفتيشهم على اساس برضه الامر بتفتيش المكان ذاته، ولابد ان يشمل الامر المتهم ومن يوجد معه. في الحاله دي بيتم تفتيش الايه؟ غير المتهم. وفي الحالتين طبعا زي ما احنا قلنا سواء بقى تم تفتيش المتهم ذات نفسه او غير المتهم كان يشترط وجود امارات قويه على اساس التفتيش ان هي تكون مشروعه، واذا لم يتوفر تلك الشروط يعتبر التفتيش باطلا. وهنميز بقى بين التفتيش بين التفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق زي ما احنا قلنا على اساس ان هو اجراء من اجراءات التحقيق، وبين التفتيش الوقائي او التفتيش الامني. زي ما احنا قلنا لابد من توافر اسباب واحوال التفتيش اللي احنا اتكلمنا عنها، لابد ان يكون في غرض من التفتيش وضبط اشياء بتتعلق بالجريمه وتفيد في كشف الحقيقه، وفي الحاله دي بيبقى عندنا نوعين من التفتيش سواء للاشخاص او الامتعه اللي بتكون مع الشخص نفسه، والغرض منها وقايته من الخطر المحتمل مثلا، يعني زي استخدام سلاح مثلا للدفاع عن نفسه في حاله القبض عليه. تمام؟ وبالنسبه للمتهم بقى برضه في احوال معينه طبعا على اساس ان هو هيودع في السجن مثلا بصدر قرار بحبسه، في الحاله دي ممكن يستخدم اي سلاح يأذي نفسه او يأذي غيره، في الحاله دي بيتم تفتيشه المتهم. وزي ما احنا عارفين برضه في بعض المناسبات العديده مثلا زي حضور مؤتمرات او مناسبات او في السفر في المطارات او الموانئ طبعا او الاماكن العامه زي الفنادق والمسارح طبعا هنا بيتم التفتيش الوقائي او الامني، وده بيتم جبرا عن الاشخاص نفسهم طبعا، وبيتم التفتيش الوقائي او الامني وده بيعتبر اجراء مشروع. ولكن بقى التفتيش هنا بيعتبر مشروع، وهنتكلم عن التفتيش الاداري اللي بيتم في مثلا في بعض المواقع الانتاجيه بيتم تفتيش العاملين في الدخول والخروج طبعا، او المواقع الاثريه طبعا في حال برضه التحقق من اخفاء بعض الاشياء مثلا اذا تم مثلا العامل بقى ب يعني سرقه بعض الاشياء، فهنا بيجوز التفتيش الاداري على اساس برضه ان هو بيتم برضا الشخص نفسه. تمام؟ زي ما احنا قلنا برضه التفتيش الوقائي والتفتيش الاداري طبعا بيخضع للمبدا العام اللي هو لابد يشترط المشروعيه، وان يتم تفتيش انثى بمعرفه انثى مثلها عشان يعتبر الاجراء صحيح. واذا تم الاجراء في الحاله ديت بغير ذلك يعني مثلا معرفه مامور الضبط القضائي فيعتبر الاجراء باطل. وهنتكلم بقى عن تفتيش الاماكن الخاصه بالمتهم وضبط ما يسفر عنه من خلال التفتيش ذات نفسه. نتكلم بقى عن احكام التفتيش وماهيه التفتيش ذات نفسه، وزي ما احنا عارفين ان التفتيش طبعا ده اجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي، والهدف منها جمع الادله في جريمه معينه او بيتم بمعاينه السيد المحقق ذات نفسه اللي هو سواء كان بقى هو مامور السيد وكيل النيابه او اللي هو قاضي التحقيق ذات نفسه، وبيتم الاطلاع على الاماكن ومحتويات الاماكن الخاصه بالمتهم، وان القانون طبعا كان لابد يصدر امر قضائي في احوال وشروط معينه يصدر بها، والغرض منها البحث عن ادله واشياء بتتعلق بحيازه المتهم مثلا لمخدر
في مكان في مسكنه مثلا يعني. وزي ما احنا عارفين ان الاماكن طبعا والمنازل طبعا بيكون لها حرمه طبعا، وكان يشترط صدور اذن من القضاء لدخول المسكن زي ما احنا قلنا ونص عليه الدستور المصري. فهنتكلم بقى عن احكام تفتيش منزل المتهم او مسكنه. هنتكلم عن المقصود بالمنزل او المسكن ذات نفسه. زي ما احنا عارفين ان طبعا يعني اي من اللفظين سواء بقى كان هو منزل او مسكن الاثنين برضو يعني معناهم معنى واحد طبعا، هو المكان اللي بيكون فيه الشخص وبيعيش فيه حياته الخاصه سواء كان بصفه دائمه او مؤقته طبعا، او يعني مثلا سواء كان المكان ده معد للسكنه مثلا او مستاجر يعني او ملك للشخص ذات نفسه. وكان في الحاله دي كان المشرع بيستخدم معنى الواسع للمسكن والمنزل ذات نفسه. تمام. كان معيار الخصوصيه اللي ما بيسمحش بدخول المساكن طبعا او المنازل الا بناء على اذن، يعني في حاله مثلا قيام متهم بحيازه مواد مخدره او غيرها، وان يكون مصدر حيازه المسكن هو مملوك للشخص ذات نفسه. زي حجره مستاجره بفندق زي ما احنا قلنا كده بتعتبر سكن خاص للشخص اللي قام باستئجارها، وكانت بتسبق عليها الحمايه القانونيه للمنازل. وكانت بتمتد الحمايه القانونيه طبعا للخزانه الخاصه بالمتهم في بنك، يعني اذا كان المتهم وضع امواله في خزانه في بنك كانت بتمتد لها الحمايه الخاصه، وكانت بتعتبر كما لو كانت مسكن يحوز المتهم. وزي ما احنا قلنا برضو ملحقات المسكن ذات نفسه زي الحديقه الخاصه والمحاطه بالمسكن والمخزن والجراج الخاص بالسياره المتهم كانت برضو تعتبر من ملحقات المسكن وفقا للعرف السائد. وهنتكلم بقى عن السياره الخاصه بالمتهم في حاله وجودها برضو خارج المسكن، ما كانش تمتد لها الحمايه زي ما احنا قلنا، وكان بيتم تفتيشها وكان بيسعى عليها تفتيش الاشخاص. وزي ما احنا قلنا يعني ذات نفس الحمايه ديت على اساس ان هي كانت تعتبر مثلا سفينه او قارب على اساس ان هو الشخص ما بيسكنهاش. وهنا العبره كانت بحرمه المكان على اساس استعمال صاحبها وحفظ ماله زي ما احنا قلنا، الاموال اللي بيتم وضعها في خزانه خاصه ببنك ما كانتش تبيح لغير دخولها الا باذن من الشخص نفسه. وزي ما احنا عارفين ان المساكن حرمه طبعا، وكان لابد ان حرمه المسكن ديت حصول اذن من القضاء بدخول المسكن، وكان لابد ان احنا نميز بين المكان ذات نفسه وحرمه المسكن. ونتكلم بقى عن النصوص اللي نص عليها قانون الاجراءات الجنائيه في تفتيش المنازل. كان عندنا نص الماده 47 و48 و49، وهنتكلم عن برضه كان في نص الماده 91، لكن هنتكلم عن الماده 47 و48 و49. نص الماده 47 كانت نصت على ان لمامور الضبط القضائي في حاله تلبس بجنايه جنحه ان هو يفتش منزل المتهم ويطلب فيه الاشياء والاوراق اللي تفيد في كشف الحقيقه اذا اتضح له من امارات قويه انها موجوده فيه. وكان العمل يعني كان بيجرى على اساس يعني حكم صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه نص الماده 47 اجراءات جنائيه. وفي الحاله ديت ما زال يعني النص شغال بالرغم ان هو صدر حكم بعدم دستوريته. وكان صدر الماده بقى 48 اجراءات جنائيه اللي كانت بتنص على ان لمامور الضبط القضائي ولو في غير حاله تلبس بالجريمه ان يفتشوا منازل الاشخاص الموضوعين تحت مراقبه البوليس اذا وجدت اوجه الاشتباه في انهم ارتكبوا جنايه جنحه، ويكون التفتيش بقى على الوجه المبين في الماده 51. والعمل جرى برضه على اساس نص الماده 48 اللي تم الغائها، وبالفعل تم الغاء نص الماده 48 واصبح بقى غير موجوده في العمل. وكان اهم حاجه عندنا بقى نص الماده 49 اللي هي ما زالت قائمه في العمل يعني. تمام. اللي كان حكم صدر لمحكمه النقض وكان مخالف نص الماده 41 من دستور 1970. كان بقى مبدا رقابه الامتناع، كان امتناع القاضي عن تطبيق نص قانون مخالف للدستور في الحاله دي اللي هو دون التعرض لالغاء النص غير الدستوري على اساس برضه انه بيخرج عن ولايه القضاء العادي. كان عندنا برضه ان القضاء العادي ما غالبش يدعى عن ممارسه دوره في التزام بنصوص الدستور، يعني على اساس ان شانه كذلك شان كافه الجهات المعنيه بالدوله. القضاء الجنائي زي ما احنا قلنا على وجه خاص كان بيرى ان نص الماده 49 اجراءات جنائيه اللي بتخول لمامور الضبط القضائي حتى في تفتيش الشخص اذا قام ضده بقى اثناء تفتيش منزل المتهم
قرائن قويه على انه يخفي اشياء بتفيد في كشف الحقيقه. ولكن بقى دون ان يصدر امر قضاء كان بيملك اصداره او توفر حاله من حالات التلبس كان بيخالف نص الماده 41 من الدستور اللي هو سنه 71. الماده 49 من قانون الجرائم الجنائيه كانت بتعتبر منسوخه بقى في الحاله دي بقوه القانون نفسه على اساس برضه صدور قانون ادنى وما كانش لا يجوز الاستناد اليها في اجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التاريخ. تمام؟ الحكم ده طبعا من الاحكام الهامه طبعا اللي وضعت النقط على الحروف زي ما احنا قلنا لابد من وجود امر قضائي يمس حرمه الحياه الخاصه للشخص. كان لابد من توافر صفه المتهم على اساسها باعتبارها مبرر قانون اتخاذ الاجراء الاحتياطي او التحفظي واجراءات جمع الادله. طبعا ان مجرد الشخص في منزل المتهم طبعا المأذون بتفتيش منزله طبعا في الحاله دي ما كانش يبيح تفتيش من يوجد معه الا اذا قامت في شانه بقى حاله من حالات التلبس زي ما احنا قلنا. والدور المشرع هنا كان في مواكبه النصوص الدستوريه والحرص على وضعها موضع التنفيذ طبعا على اساس برضه يلزم تعديل تشريعي لوضعها موضع التنفيذ. ونتكلم بقى عن تنفيذ تفتيش المنازل في نفسها وفقا للماده 91 وده اللي يهمنا طبعا لانها ما زالت موجوده في العمل وما بعدها وما يتصل بها من مواد اخرى في القانون. تمام؟ نتكلم عن النصوص القانونيه اللي هي الحاكمه للموضوع ذات نفسه زي ما احنا قلنا نص الماده 91 من قانون الاجراءات الجنائيه على ان تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليها الا بمقتضى امر من قاضي التحقيق. بناء على اتهام موجه الى شخص يكون في المنزل ومراد تفتيشه بارتكاب جنايه او جنحه او باشتراكه في ارتكابها اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمه. قاضي التحقيق في الحاله ديت ان هو يفتش اماكن واللي بيضبط فيها الاوراق والاسلحه اللي بيحتمل استعمال في ارتكاب الجريمه او نتج عنها وقت جريمه او بتفيد في كشف الحقيقه. كان بيجب ان الامر يكون مسبب ونص عليه الماده 92 اجراءات جنائيه على ان يحصل التفتيش بقى بحضور المتهم او من ينيبه ان امكن ذلك. واذا حصل بقى التفتيش في منزل غير المتهم كان بيدعى صاحب المنزل للحضور وبواسطه من ينيبه عنه ان امكن ذلك. نص الماده 199 نص على ان تباشر النيابه العامه التحقيق في مواد الجنايات والجنح طبقا للاحكام المقرره لقاضي التحقيق. كان عندنا نص المادة 206 إجراءات جنائية نص على أنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير المتهم إلا إذا اتضح من إمارات قوية على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. ونتكلم عن شروط تفتيش منزل المتهم. كان لابد من توافر شروط لتفتيش منزل المتهم في حالة الحصول على قاضي التحقيق وبناء على الإجراءات اللي نص عليها المشرع أن النيابة العامة تقوم ب في هذا الشأن. وكان الشروط لابد من وجود اللي كانت لابد من توفرها بالنسبه للنيابه العامه ان هي تجمع بين سلطه التحقيق والاتهام. وكان لابد ان الاحكام تتعلق بمنزل المتهم ذات نفسه ومنزل غير المتهم ذات نفسه. على اساس ان برضه الشخص غير المتهم في بعض الحالات برضه كان المشرع كان اوجب بالنسبه لمنزل غير المتهم توافر شروط شكليه طبعا وشروط موضوعيه لامكان تفتيش منزل المتهم. هنتكلم عن الشروط الشكلية لأمر تفتيش المسكن ذات نفسه. الشرط الأول أن يكون مصدر الأمر هو قاضي التحقيق أو القاضي الجزء أو عضو النيابة حسب الأحوال، ويجب أن يكون أمر التفتيش مسببا سواء قامت بقى بسلطة التحقيق ذات نفسها أو أذنت المأمور الضبط القضائي بإجراءه. كان عندنا الشرط اللي استحدثه المشرع في المادة 91 إجراءات جنائية بالقانون 37 72 كان استجابة لنص المادة 41 من الدستور 71. كان لابد من وجوب صدور امر بالتفتيش مسبب قبل تنفيذه والا كان التنفيذ باطل يعني. وما كانش يجوز الاحتجاج بقيام حاله ضروره او استعجال يعني من القيام بالتفتيش قبل تسليم الاذن او قبل اصداره يعني. على اساس برضو ان كان لابد من توافر شكل معين للامر الصادر بالتفتيش وان المشرع ما اشترطش شكل معين. كان يجب ان يكون التسليم كافي للتدليل على جديه الاذن وبيخضع للتقدير قاضي الموضوع ذات نفسه. الشرط الثالث اللي استلزمه المشرع لصحه تفتيش المساكن هو حضور المتهم او من ينيب عنه طبعا امكن ذلك زي ما احنا قلنا اذا كان التفتيش وقع على مسكن المتهم ذات نفسه. تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان قاضي التحقيق بيجري التفتيش ويتعان عليه ان هو يخطر النيابه العامه
طبعا زي ما احنا عارفين ان نصوص الاجراءات الجنائيه الحاليه ما كانتش بترتب بقى على عدم حصول الاخطار ببطلان التفتيش اللي هو في حاله عدم اخطار النيابه العامه. تمام؟ وده طبعا استاذ الدكتور بيرن ده محل نظر، وبيرى ان لابد من حضور النيابه العامه، وفي حاله بقى غيابها عن حضور الاجراء على سن النيابه العامه هي خصم دائم في الدعوه الجنائيه، وهي خصم شريف طبعا، وخصومتها مش خصومه شخصيه. على سن هي برضه تعتبر بتمثل المجتمع ونائبه عن المجتمع في الاجراء. والاستاذ الدكتور كان بيرى ان حضور النيابه العامه تفتيش منزل المتهم على اساس برضه ان اذا كان بقى هو اللي بيقوم بالتحقيق او قاضي التحقيق ما بيقلش اهميه عن حضورها جلسات المحاكمه. الشرط الرابع ان هو يجب ان يتقيد التفتيش بحدود الغرض منه، زي ما احنا قلنا عدم اجازه التفتيش الى البحث عن الاشياء الخاصه بالجريمه اللي هي بيتم التحقيق فيها، وللقائم بالتفتيش نفسه ان هو يضبط ما يفيد التحقيق. يعني ما ينفعش ان انا اقوم بتفتيش مثلا درج مكتب للتفتيش عن سلاح آلي، في الحاله دي تعتبر التفتيش باطل اساسا، هو زي ما احنا قلنا ان لا يجوز تفتيش حقيبه يد صغيره بحثا عن بندقيه تمام مسروقه او محايزه مثلا بدون تقييد، فيتم ضبط مثلا طلعت مخدر في الحقيبه دي، وهنا يعتبر هنا امر التفتيش هنا تجاوز حدود الغرض منه. تمام؟ فالقيام بقى بالتفتيش اللي هو مامور ضبط قضائي سلطه بقى وضع الاختام على الاماكن اللي هو قام بالتفتيش فيها وكشفت الحقيقه عن وجود مثلا شخص متهم، او ويقوم برضه بتعيين حارس عليها طبعا، ويقوم بتحرير محضر باب التفتيش ويوقع عليه الكاتب المختص، وما يلزمش برضه ان يكون محضر التفتيش ده طبعا مستقل عن محضر التحقيق، وزي ما احنا عارفين ان الشروط الموضوعيه لتفتيش المساكن هنتكلم عنها. زي ما احنا قلنا اولا قيام بقى سبب للتفتيش، لابد من قيام سبب للتفتيش وفقا لنص الماده 91 اجراءات جنائيه، لنص على ان تفتيش المنازل عمل من اعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بامر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقوم في المنزل مراد تفتيشه بارتكاب جنايه جنحه او باشتراكه في ارتكابها اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لاشياء تتعلق بالجريمه. كان يلزم بقى تحقق شروط معينه ان يكون هناك جريمه وقعت بالفعل، ان تكون الجريمه جنايه او جنحه، وان يكون هناك اتهام موجه الى الشخص المقيم في المسكن ووجود قرائن على حيازته لاشياء تتعلق بالجريمه، وان تكون هناك بقى فائده يحتمل الحصول عليها بالتفتيش. وهنتكلم عن بقى عما اذا كان بقى يلزم اجراء تحقيق سابق مع المتهم قبل الاذن بتفتيش منزله. كان محكمه النقض كانت عرفت المتهم في الماده 126 اجراءات جنائيه على اساس ان هو كل من وجه اليه الاتهام بارتكاب جريمه، ولو كان بقى ذلك اثناء بقى قيام مامور الضبط القضائي بمهمه البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات زي ما احنا قلنا اللي هي التحقيق امام النيابه العامه. وكان عندنا المادتين بقى 21 و29 اجراءات جنائيه على اساس برضه كانت بينحصر في مفهوم المتهم زي ما احنا قلنا دون ان يمتد بقى لغيره من الاجراءات التحفظيه. وحكم محكمه النقض طبعا في شان تفتيش مسكن المتهم كان بيقول للمحقق ان يقدر وجود ادله تسمح له بتوجيه الاتهام الى شخص، وانه راى صلاحيه محضر جمع الاستدلالات وكفايته لفتح التحقيق، ومن ثم اصبح المحقق متصلا بالوقائع الجنائيه المراد تحقيقها ومخولا في اتخاذ الاجراءات التي تقتضيها مصلحه التحقيق، ومنها تفتيش سكن المتهم دون توقف على اجراء شكلي او غير شكلي كفتح تحقيق او سؤال المبلغ عن الوقائع او قطع مرحله من مراحل التحقيق، لانه ليس في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق او السير فيه على نحو معين، بل يجوز ان يفتح التحقيق بتفتيش منزل المتهم وهو عمل من اعمال التحقيق، يصح قانونا ان تباشره سلطه التحقيق بنفسها او بمن تندبه من مامور الضبط القضائي. والاستاذ الدكتور بيرى ان الحكم ده بحل نظر شديد على اساس ان هو يعني جعل حرمه المنزل مستباحه وبناء على محضر التحريات او جمع الاستدلالات اللي كان بيستوجب تحقيق قضائي ولابد ان هو صدور امر قضائي من الشخص القائم بالتحقيق. وزي ما احنا عارفين حكم النقض دوت ومنص عليه الماده 41 من دستور 71 اللي كانت بتوجب ان يكون القبض على شخص المتهم وتفتيش بامر قضائي لابد ان يصدر بامر قضائي مسبب وكان يستلزم التحقيق وفي حاله غير وفي غير حاله التلبس. ماده 58 من دستور 2014
كانت استوجبت لتفتيش المنازل وجود امر قضائي مسبب زي ما احنا قلنا، ويحدد المكان والتخطيط والغرض منه، وفي الاحوال المبينه في القانون وبالكيفيه اللي بينص عليها، وكان لابد من صدور اذن قضائي مسبب لتفتيش المنازل، ولابد من قيام من موجود في المنزل للاطلاع على ذلك الامر. وما كانش موجود في دستور 2014 برضه، يعني ما قلش اهميه عن دستور 71 برضو، على اساس ان هو كان بيهتم بالاب على المتهم وتفتيشه وحبسه، وما كانش يجيز الا بامر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. وزي ما احنا قلنا المعيار الدستوري هو معيار واحد، انما هو ما يستلزمه التحقيق برضو من جواز او عدم جواز فرض اي قيد على الحريه الشخصيه، سواء كان بقى القيد برضو هو قيد بالقبض او التفتيش او الحبس او المنع من التنقل، ايا ما كان نوع القيد اللي هو الوارد. وزي ما احنا عارفين ان كانت وردت عباره في دستور 71 ودستور 2014، وذلك كله في الاحوال المبينه في القانون،